بدأت انتخابات مجلس الشورى العماني في دورته التاسعة، حيث جاء العمانيون للاقتراع بدءا من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء. ما يميز انتخابات هذا العام هو التصويت الإلكتروني. هذه التجربة حقيقة هي جديدة وتجربة حديثة في السلطنة وتستخدم لأول مرة، وبالتالي نتوقع إن شاء الله بأن تكون هناك انسيابية حول ما يتعلق بالانتخابات من حيث الوقت ومن حيث أيضا يعني النتائج في نهاية التصويت في هذا اليوم. الانتخابات تساعد في تنمية البلاد من ناحية طرح أفكار الشباب أو إيصال مقترحات الشباب وتطلعاتهم إلى اللي هي المجالس العليا وإلى الجهات الحكومية في الدولة، لما لها دور من إشراك فكر الشباب في تطوير البلد وفي الخطط التنموية القادمة في المستقبل. تعتبر مشاركة المرأة مهمة جدا، فهي نصف المجتمع وهي لها دور كبير في مشاركة أخيها الرجل جنبا إلى جنب في اختيار الأكفى، فالمجتمع هو صاحب قرار وهو من يتخذ القرار في اختيار المرشح أو المترشح الأكفى. أنا اليوم انتخب على حسب قناعاتي الشخص المناسب لبناء الدولة، يعني مش عشان أشياء حزبية أو شيء، بل بالعكس أنا أفكر أتطلع لأشياء تنفع البلد. إن شاء الله يعني أتطلع أن هالشخص يكون يعني ينقل أصواتنا في أشياء مشاكل أو احتياجات مواطنين نحتاج ننقلها بصورة حضارية من خلال سن قوانين وهذه الأشياء. أبوي يترشح رجل ولا امرأة؟ ها رجل. إيه رجل. رجل يرشح رجل. رجل يرشح رجل. وزينة الرجال بسمة الأدب، وزينة النساء بلبس الذهبي.